قررت الحكومة توحيد وتخفيض التعرفة الجمركية. لماذا هذا الإجراء؟ أولاً للتخفيف عن المواطنين ولرفع القدرة الشرائية للمواطن، وهذا أمر هام نأمل إن شاء الله أنه يكون أثره ملموس على شريحة واسعة من المواطنين. سيؤدي هذا القرار إلى تنشيط الحركة التجارية وتنشيط القطاع السياحي أيضاً، سيؤدي إلى التخفيف على القطاع الخاص في إجراءاته الجمركية عبر أمر مهم، وهو أن توحيد الفئات الجمركية سيبعد دائرة الاجتهاد، وبالتالي سيخفف أي تعقيدات موجودة في المعاملات الإدارية. تخفيض التعرفة الجمركية وتوحيدها سيكون عامل مهم في الحد من التهريب والتهرب والتجنب الجمركي والضريبي. حياكم الله. فبعد إعلان الحكومة تفاصيل إعادة هيكلة التعرفة الجمركية، لاقى هذا القرار استحسانا عند بعض القطاعات، حيث اعتبر رئيس غرفة التجارة أن القرار سيسهم في تنشيط الحركة التجارية بما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني. رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين قال إن الإجراء جاء في الوقت المناسب وسينعكس إيجابا على مختلف الجوانب الاقتصادية، بينما رأى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان أن هذه القرارات خففت من الضرر الواقع على الصناعات المحلية لكنها لا تدعم الاقتصاد المحلي بالمجمل. اليوم سنناقش مع بعض من ممثلي القطاعات التجارية للوقوف على آرائهم بشأن القرارات الجديدة وكيف ستنعكس هذه القرارات على تنشيط الحركة التجارية، وهل ستسهم هذه الإجراءات بالتعويض عن الخسائر من جراء جائحة كورونا؟ هل هذه الإجراءات كافية أم أن هناك مطالب أخرى للتجار؟ أستمع لإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوفي، واسمحوا لي أن أبدأ بضيفي مدير مراقبة الأسواق والتموين في وزارة الصناعة والتجارة المهندس سليمان لسعود. مساء الخير. مساء الخير. وأهلا بنقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية الأستاذ سلطان علان. مساء الخير. مساء الخير. سينضم إلينا أيضا من العقبة نقيب تجار الإلكترونيات والكهربائيات رياض القيسي، ونقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية أشرف قعوار، ونقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهيج. صوت المملكة بدأ. أهلا بكم جميعا. مساء الخير. يمكنكم متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك، كما يمكنكم أيضا المشاركة بطرح الأسئلة. قال وزير المالية محمد العسعس إن قرار هيكلة التعرفة الجمركية سيؤدي إلى التخفيف على المواطنين والقطاع الخاص، وأكد العسعس أن الحكومة التزمت بعدم رفع الضرائب وستكافح التهرب الضريبي والجمركي، وأضاف أن الهدف من تطبيق التعرفة الجمركية هو رفع القوة الشرائية وتنشيط القطاع السياحي والتجاري وتسهيل الإجراءات الجمركية على القطاع الخاص والحد من التهرب. وأشار إلى أن الجمارك ستلغي معادلة التصنيع، ستخفض توحد كذلك فئات التعرفة الجمركية عند فئتين باستثناء بعض الصناعات التي لها مثيل أردني، لافتا إلى أن 90% من المواد ستصبح رسومها الجمركية 0%، وهي أكثر من النصف أو 5%. أهلا بكم من جديد، وجد ترحاب بجميع الضيوف، وأبدأ مع ضيوفي في الاستوديو، وسأبدأ معك أستاذ علان لأطرح السؤال التالي. اليوم نحن نشهد قرارات حكومية، المستفيد التجار خلينا نقول، وسيلمسها المواطن. كيف سنثبت ذلك للمواطن بلغة الأرقام؟ بمعنى كيف كان سعر السلعة، خليني نجي على كل نقيب بنقابته الخاصة فيه، وأنت نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، يعني بمعنى كيف ستنعكس هذه الأسعار على الألبسة، كم كانت وكيف ستصبح ومتى؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا التخفيض اليوم تخفيض رسوم جمركية، والسلعة لما توصل للمستهلك فيها عدة مدخلات، خلينا نعتبرها أولا ثمن السلعة، ثانيا كلفة الشحن، ثالثا الرسوم الجمركية والضرائب.
يعني احنا في عندنا ضرائب ما نزلت، ضريبه المبيعات، مشاركه او مساهمه ضريبه الدخل في السلعه ايضا، هذا كله ما نزل. اليوم اللي نزل فعليا الرسوم الجمركيه على الالبسه والاحذيه تحديدا، في الالبسه من 20 الى 15% الرسم الجمركي، وفي الاحذيه من 30% الى 5%. الالبسه كم سيدي؟ 20 20% كانت 20 اصبحت 5 اصبحت 5%. الاحذيه كانت 30 اصبحت 5 اصبحت 5. طبعا احنا شو كمان الاقمشه نفس الشيء، الاقمشه تقريبا ما في عليها تغيير الا ممكن يكون في المطرزات، الاقمشه المطرزه لسه ما عندنا خبر فيها لانه احنا كتفاصيل ما عندنا معلومات لغايه هاي اللحظه. اليوم لما نحكي قيمه التخفيض، انا متاكد واجزم ومن خلال دراسات ومديرية مراقبة الأسواق أنه راح نثبت أنه هذه انتقلت بكاملها للمستهلك. ليش؟ لأنه اليوم في عندنا تنافس شديد في قطاعنا. إحنا اليوم نتحدث عن حوالي 3400 تاجر مستورد، وعندنا حوالي تقريبا قرابة 10,000 تاجر تجزئة، يعني مستورد بس مستورد للتجزئة. فبالتالي اليوم عندنا حجم القطاع كبير، وزنه كبير، وبالتالي منافسته شديدة. وأكيد تلقائيا هاي التكاليف، هو التاجر فعليا هو ناقل للكلفة، وبالتالي أنا بتوقع بشكل كبير أنه راح تنزل مباشرة وتنتقل للمستهلك. أعطيني مثال. يعني المثال بده يكون من خلال الدراسات اللي راح نعملها، مسح الأسواق. أنا لما يكون عندي كلفة، كلفتي ببني عليها سعر بيعي، فأكيد اليوم لأنه أنا خايف من جاري أنه ينافسني، وخايف من جاري أنه ينافسني، أكيد راح تنتقل هاي الموضوع في النهاية عند حساب التكاليف. ماشي، اللي حقه 15 ليرة قديش راح يصير حقه؟ ما بقدر أحكي لك اليوم، لأنه مش كل بنطلون القماش واحد. يعني اليوم في حسب الكلف، حسب المصدر. اليوم بنطلون القماش المستورد من الصين غير المستورد من تركيا غير المستورد من أوروبا. اللي حقه 15 ليرة سيدي، اللي حقه 15 دينار الصيني. الأصل فيه إنه يكون كراسم جمركي عليه. هو إحنا مثلا تقدير بنطلون القماش اليوم في التركي 6 دولار، وفي الصيني تقريبا 5 دولار أو 4.5 دولار. فبالتالي راح تنشال منه 15% من قيمة التخمين الجمركي. يعني إحنا بنحكي عن 6 دولار ضرب ال 15%، فانت بتحكي عن تقريبا حوالي دولار. الدولار يبنى عليها ربح المستهلك، ربح تاجر الجمله وربح المستهلك التاجر التجزئه. يعني ال 15 بده يصير حقه 14. هلا لا، راح يصير اقل كمان، يعني ممكن يصير تقريبا 13 او 12.5. هذا هي ليره؟ ما هو انت شو اللي نزلت لي اياه؟ انت نزلت لي نزلت يا سيدي بالالبسه من 20% ل 5%، يعني نزل لها 15% من احكسوا على السعر، من قيمه السلعه احكسوا على السعر. قولي ليش من قيمه ماشي السلعه ماشي. لانه قيمه السلعه فرضا قديش انا عم بشتري البنطلون من فرضا من الصين 5 دولار. طيب اذا 15% من 5 دولار ماشي تمام، هذا اللي نزل. ال 16% ضريبه المبيعات ضلت زي ما هي، ضريبه الدخل ضريبه زي ما هي. سيدي مبيعات ودخل عليك وعلي على المواطن، ماشي. ما انا برضه على المواطن تمام. هو حتى يعني الجمرك مش انت اللي دافعها، انا اللي بدي ادفعها. احنا اليوم نتحدث عن سلعه قيمتها فرضا عشان يكون الحساب سهل، قيمتها 10 دولار، رسمها الجمركي قديش كان؟ كان 10 دولار، كان 2 دولار رسمها. طيب الجمركي تمام. صار 1.5 دولار. شو بدي اخصم للمستهلك؟ حخصم ال 1.5 دولار. كان 2 دولار 20% 20% من العشرة، صار 5%. صار 5%، يعني 15% راحن تمام. ال 15% من 10 دولار قديش؟ ليرة دولار ونص. طيب دولار ونص، دولار ونص ما يعادل دينار ماشي. فيعني هذا الواقع. هلا انا ناقل قيمة، انا تاجر ناقل قيمة. طيب ماشي، تطرى عليك سؤال تفضل، وسؤال واقعي. نعم. عند بدء تنفيذ هذا القرار ماشي، نعم، من سيضمن بأن يقوم التجار بتخفيض سعر السلعة؟ واحد. اثنين، معلش بدي اكمل لك السؤال. اثنين، راح تيجي الديباجة المعروفة، والله جبتها قبل القرار وبالتالي كلها بضاعة قديمة، صح؟ شو رايحين نقولوا؟ تفضل. طبعا سيدك. سيدي اول شيء مساء الخير لجميع الأخوة المشاهدين. بداية سيدي، انت تفضلت وحكيت بداية الحديث انه كانت التداعيات كورونا وما رافقها من ارتفاع أسعار عالمي انعكس على كل دول العالم ماشي. طبعا الحكومة بهذا الصدد اتخذت العديد من الإجراءات بما يضمن انسيابية السلع، توفير مخزون
استراتيجي كافي، زيادة تنافسية بما ينعكس إيجابا على مصلحة المواطن من انخفاض الأسعار. ماشي. اليوم بتحكي عن إعادة هيكلة التعرف الجمركية، ولكن سبقها قبل أيام بعدة إجراءات مثل تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية، تمديد فترة الإعفاء من أجور التخزين، تخفيض رسوم المعاينة، تكثيف العمل بما يضمن التسريع في إنجاز المعاملات، كل ذلك بهدف ضمان انسيابية وصول السلع وتوفير مخزون استراتيجي كافي. هذه القرارات قبل تعريف الجمركة قديش كان، قديش تشكل من القيمة للتاجر؟ 5% 3% قديش خفضتوا له؟ هاي التسهيلات كلها. نعم سيد. قديش نسبتها المئوية بالنسبة للتاجر؟ بس مش لكل القطاع التجاري، احنا بنحكي عن المواد الغذائية. هاي المواد الغذائية. تمام اللي حكيت عنها هذول المواد الغذائية. إعادة التعرفة اللي هي شملت معظم المواد وتم تخفيضها بالنسبة اللي ذكرها معالي وزير المالية. كويس. الآن أنت بتسألني عن دورنا كوزارة صناعة وتجارة في ضمان انعكاس هذا على المواطن الأردني. سيدي العزيز، احنا بتوجيهات مباشرة من معالي الوزير بدأنا بالفعل بإعداد خطة خاصة بمراقبة الأسواق. ماشي. من خلال عدة محاور، محور الأول اللي هو من خلال الدور التشاركي والتنسيقي واللي بدأ مع الغرف التجارية والنقابات التمثيلية ذات العلاقة، بحيث يعني نتباحث في ضمان انعكاسها بشكل إيجابي على مصلحة المواطن. الدور الأساسي اللي من خلال مراقبين الأسواق المنتوجين والمنتشرين في كافة محافظات المملكة، تم تعزيز الكادر الرقابي، سيتم تعزيز الجولات الرقابية، سنقوم برصد مؤشرات الأسعار حتى نضمن انعكاس هذه القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة على زيادة النشاط التجاري، زيادة التنافسية، تخفيض واستقرار الأسعار. طيب. بالتالي أي قرار بتتخذه الحكومة، والحكومة اتخذت عدة إجراءات ذكرتها، هذا الحكي احنا بننتظر منه انه يكون في انعكاس إيجابي على مصلحة المواطن. كيف بنرصد؟ احنا عندنا مؤشرات أسعار، بس احنا ما عندنا سقف للأسعار. ما عندنا سقف أسعار، نعم صحيح، ولكن إحنا إذا وجدنا إنه الحكومة والجهات المعنية إذا وجدت إنه هذه القرارات لم تنعكس بشكل إيجابي على مصلحة المواطن، بالتالي يعني كل القرارات وكل الحلول مطروحة، وزارة الصناعة والتجارة عندها من الآليات وفقا لأحكام القانون اللي بتضمن ضبط السوق. طيب ماشي. بدي أسألك عن المواد الغذائية. نعم. قديش سيلمسها المواطن بشكل كبير؟ استفادت ما استفادت المواد الغذائية؟ يعني عندك القهوة، البهارات، أسماك، عسل. سيدي بس في إجراءات أخرى. معلش سيدي بس في إجراءات أخرى أنا حكيت تم اتخاذها، زي تمديد فترة الإعفاء من أجور التخزين، تخفيض رسوم المعاينة في الحاويات، التأكيد على جميع الجهات الرقابية بزيادة الكفاءات. كل بديك تحكي لي على المواد الغذائية وش الخصوص، وبدي أروح معنا. هذول اللي حكيت عنهم النقاط تحديدا هني بتحدث عن المواد الأساسية والمواد الغذائية، تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية بنسبة 30%. طب يعني وبالتالي احنا لازم نلمس شيء مباشر. سيدي أنا بعيد وبكرر إنه احنا يعني الأردن من ضمن دول العالم اللي تأثرت. ماشي. بارتفاع هذه الأسعار. هو بالمقابل الآن. ماشي. الآن سياسة الأسعار مرتبطة بسياسة العرض والطلب. حاضر. بس أنا ماشي. بس أنا أقول لك شغلة واحدة، أنا كما فهمت من الأستاذ علام إنه راح ينخفض السعر دولار ونص، صح؟ طبعا دولار ونص يعني ليرة. أنا بتسمح لي بس بمداخلة صغيرة. تفضل. لما كلنا بنعرف إنه في أسعار النقل زادت إلها سنة ونص في ارتفاعات. صحيح. ليش منشوف مسح الأسواق اللي صار من دائرة الإحصاءات العامة؟ شو بتحكي عن قطاع الألبسة؟ أنا عندي سنة ونص من انخفاض الأسعار مستمر. يعني بعرف إنه قطاع الألبسة من القطاعات المتضررة. بالضبط. إحنا اليوم أنا بأكد لك من تنافسية السوق، لما نقول إحنا سياسة سوق مفتوحة، حكى يعني أخي الحبيب يعني سيد سعود إنه في منافسة وفي عرض وطلب. فعلا اليوم يحكم السوق العرض والطلب. أمام شريحة ممتدة وكبيرة جدا من تجار المستوردين وتجار التجزئة، أنا متأكد سينتقل بكامله إلى المستهلك، وإحنا قدامنا يعني زي ما تقول الميدان جاي قدامنا. ماشي. يعني بس أنت بقول لي دينار، انا هذا البيع، انا اللي نزلوا لي راح انزله. هلا مش دائما عندك فستان السهره راح ينزل بحكم الفاليوم تبعه والقيمه تبعته اعلى، راح ينزل بجزئين 3-4 ليرات. عندك الجاكيت نفس الشيء، البدله الرجاله راح تنزل برضه بقيمه جيده. يعني بس ما يجي المواطن يفكر انه السلعه نفسها راح تنزل 15%، لانه مكونات كلفه السلعه هي نقل وهي ثمن السلعه وهي ضريبه المبيعات، وهذا كل ما نزل. هذا هي عشان نكون واضحين. ليرة؟ سيدي يعني احنا مش دائما يعني مش كل انا شيء. تسمح لي زميلي ابو عبد الله بس فهمني، ليرة يعني ولا مش ليرة سيدي؟ هذا يعني خلينا نحكي بصراحه، يعني احنا الان في اجراءات حكوميه تم اتخاذها
والان في دور اساسي للتنافس بين القطاع طبعاً التجاري طبعاً. احنا يعني ما بدنا نستبق الاحداث ونقول راح ينزل دينار او دينارين او اكثر، بالعكس تنشيط الحركه. بقول لك ليره، بقول لك انا بس اكملك، هو ضرب، بقول لك انا واحد من الناس، انا بدي يجينا، انا مش رايح اخصم على المواطن الا الرسوم الجمركيه 15% من الرسوم الجمركيه، وما يتبعها سلعه وشحن وما يتبعها من هامش ربح ايضا. يعني انا اليوم فرضا اذا هامش ربحي 30% او 20%، اذا راح اخصم الرسم التوفير في الجمرك، بالاضافه سيتبعه ايضا تكاليف البيع. سيدي العزيز يعني العلاقه تكامليه تشاركيه بين مؤسسات الدولة المعنية سواء حكومية أو قطاع خاص. الآن المؤسسات الحكومية ممثلة بالحكومة أقرت هذه القرارات وجزء منها طيب. كان كويس. وفي دور الآن، في دور الآن على القطاع الخاص بشكل عام. نتوقع أنه تنشيط الحركة التجارية، ما هو يا سيدي رح يزيد التنافسية، رح يزيد الأسعار، ما بدنا نستبق ماشي. ما بدنا نستبق الأحداث. واحد من الصناعيين بقول لك الآن معناته الدينار اللي نزلتوه من الممكن أن يتم تسريع عامل في مصنع. كيف؟ راح أقول لك ليش. أحد الصناعيين يقول كالتالي: الآن التاجر الأردني ليس له حاجة للمصنع الأردني بالقطاعات المشمولة، لأنه كان يدفع ضريبة 25%، لأسع يدفع 5% على الجمارك. سأستمع لهذه الإجابة، لكن اسمح لي أن أذهب إلى ضيفي من العقبة، نقيب تجار الإلكترونيات والكهربيات أستاذ رياض القيسي. مساء الخير. أنا مساء الخير، كيفك أخي عامر؟ الله حييك أستاذ رياض. يعني أعطينا مثالا كيف سينعكس القرار الحكومي ويلمسه المواطن. يعني أعطينا سلعة كم كان حكها وكم راح يصير بالنسبة لقطاعك؟ أخي عامر، هذا سؤال، هذا سؤال صعب الإجابة عليه الآن، لأنه إحنا أصلا كان قطاع كهرباء وإلكترونيات واتصالات لم يصلنا جميع المواد اللي خفضت جماركها. بس اللي صاير عنا احنا كقطاع انه اي اشي في صناعة اردنية نزل 5% فقط من قيمة الجمرك، اذا كانت 25 اصبحت 20، اما اللي ما له مثيل كاردني كان 30 اصبح 5%. هلا تجار الكهرباء والالكترونيات تقريبا خلينا نقول 60-70% استيرادنا من امريكا واوروبا، وهذا معفي من خلال الاتفاقيات او من خلال الدول العربيه، معفي جمركيا ولكن يدفع ضريبه مبيعات ويدفع 5% اللي هي الخدمات. هلا اي انخفاض بده يصير بده ينعكس على المواطن، بس مش اليوم، مش بكره الصبح، مش بعد بكره، راح يكون في فتره زمنيه، لانه التجار اغلب التجار مع الركود اللي موجود عندهم ستوك موجود من خلينا بنقول بلاش نزل تحت 2019-19 و20 و21، الركود الموجود كل الناس عم تعرفه. فهذا السؤال اللي بتسأله أخي عامر يعني صعب إلا نرجع للأرقام ونرجع للنسب اللي نزلت، والنسب اللي نزلت من القيمة الجمركية وليست من القيمة، قيمة البضاعة أو قيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الشحن وإلى آخره. طيب ألو، أسمعك لكن ما معي صوت. الآن بتسمعني بشكل جيد؟ مش سامع إشي يا أستاذنا. طيب حتى يجهز الصوت أنا بدي أطرح عليه سؤال آخر. بتحب تجاوب على السؤال اللي طرحت لك عليه؟ اتفضل. اللي هو السؤال اللي طرحته عليه الآن، أنت بتقول إنه إحنا عنا مواد، لسه في مواد عنا بالمخازن أو سلع بالمخازن. احنا واقع، بنحكي عن واقع صحيح. السوق. معقول السوق هلا اي مواطن في انا معك. اي واحد ينزل على السوق معقول فيش فيه بضاعه؟ لا في طيب. بضاعه، بس السؤال اللي هو تبع انه في بضاعه. الان انت نزلت لي دينار مزبوط بالعشرة دولار ماشي، كم عدد المصانع اللي بالاردن اللي بتنتج البسي واحذيه؟ هلا مثلا ملابس الاطفال ما عندناش ولا مصنع ماشي، ملابس الجينز والكتان والامور زي هاللي بدها غسيل ووش، يعني ووش بروسيس، مش موجود ولا مصنع. احنا ما عندناش ولا مصنع للاطفال؟ لا ما عندنا، ما ولا مصنع اطفال ولا مصنع حتى جينز وما جينز وكذا الى اخره، مش موجود. عندنا انا اقر واعترف انه في عندنا مصانع زي اسلامي، عندنا مصانع عبايات، عندنا مصانع جلباب، عندنا مصانع داخلي، حتى المصانع الداخلية الموجوده هي يعني كواليتي معين وبتغطي حاجه، بس مش كامل حاجه السوق ولا جزء كبير منها. اليوم انا اللي عم بحكي، اليوم احنا تجار عم بشتري من مصنع صيني او من تركي او من اوروبي الى اخره، وابن بلدي اولى من كل الدنيا.
وفر لي سلعة أقدر أبيعها وأنا جاهز ما عندي أي مشكلة. طبعاً القرار هذا بيقدر يوفر على طبعاً بيقدر يوفر الصناعي. أحكي لك ليش صناعي طبعاً ليش؟ أنت كتاجر معلش تسألك هذا تمام. السؤال سؤال كثير بسيط. أنت كتاجر وخلنا نحكي بالفصيح الآن بتروح بتشتري أي قطعة تركية جودة كويسة نعم وسعر أرخص، أنت الآن كتاجر من تركيا بدل ما تدفع 25% جمارك تدفع 5% وسعر أرخص وعين الله عليك وبتبيع لها الناس والناس بتستفيد. نعم. واحد اثنين، إذا نبدأ نروح على الصناعة المحلية الآن، الصناعة المحلية تدمرت لأنه أنت مش راح تأخذ من الصناعة المحلية. ليش؟ لأنه ما حد راح يشتريها لأنها غالية. بقولك لا بأخذ الرخيص، يعني لوش منروح على البالة مش لأنه رخص. طب أنت لما حكيت غالية هل الغالية لأنها بس عشان الدينار اللي بده يتوفر مثلا على سبيل المثال؟ لا، غالية لأنه فاتورة الطاقة غالية، غالية لأنه المدخلات مدخلات فاتورة الطاقة الحد الأدنى للأجور. طبعا أنت بدك تحكي اليوم وبرضه ما في عمالة محلية اللي يعني أنا اليوم بتطلع أنه مشاكل الصناعة مشاكل مختلفة كليا. إحنا مش ضد دعم الصناعة ولا ضد اليوم دعم مباشر للصناعة ولا ضد أيضا تخصيص للصناعة ضريبة مبيعات خاصة. إحنا ما عنا مشكلة، إحنا في الصناعة تحديدا. أنا بس سؤال، أنت راح تجيب من برا ولا تأخذ من الصناعة الأردنية؟ أنا لما ألاقي بديل عندي محلي لا بأخذه محلي. ليش؟ اولا احنا فاشن ديزاين. ما هو مش ده سؤال، انت بتلاقي البديل ولا ما بتلاقي؟ مرات بلاقيه ومرات معظم الحالات ما بلاقيه، معظم الحالات ما بلاقيه. مش 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 ذنبي انا انه ما لقيته، انا مش صانع. طيب. انا تاجر، اعطيني السلعه تكون موجوده محليا انا اول واحد بشتريها. احكي لك استاذ عامر بس في نقطه، اليوم كلف الشحن من الصين اللي هي من اهم مصادر ارتفعت ارتفع وصلت اليوم مش اليوم مش عم نقرا 12000 دولار اليوم الحاويه. طيب. هاي كلفه الشحن مش حمايه بحد ذاتها للصانع المحلي؟ نقطه هاي اول نقطه. النقطه الثانيه اليوم الوقت، انا لما اطلب بضاعتي من الصين عم بطلبها بدون ما اشوفها، مش قادر اسافر على الصين. يعني اجى جائحه كورونا، اجت حمايه للصناعه المحليه، حمايه غير 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 مخطط لها خلينا نعتبرها. اليوم اذا بيطلع لون موضه، وكلياتنا بنعرف اليوم السوشيال ميديا مش مخليتك ابدا تعرف لون الموضه خلال ثواني بيطلع. طيب. لما يطلع لون الموضه مين اللي قادر يجيبه من الصين؟ بده 90 يوم لما يوصل. المحلي بيقدر يصبغه وبيقدر ينزله على السوق مباشره. لما تبطل فاتوره الطاقه تطلع عليه ب 40000. انا مش ذنبي، مش انا كويس. انا ما اتحمل الذنب. بالعكس موجودة. شكرا بالعكس. انا شكرا. بتمنى انا القطاع التجاري ليش ما بعاني؟ مش ذنبه. انا هو اخوي ماشي هذا مش ذنبه. زلمه واضح بقولك أنا بدي أشتري القطعة الأرخص اللي أقدر أبيعها. نعم. لأنه المستهلك بيجي عليها. أما المصانع هذا مش ذنبي كتاجر، ذنب مين؟ سيدي والمصانع يعني معلش بعد الفاصل، معلش فاصل قصير. أول سأذهب وإياكم بوعود إلى ضيوفي عبر سكايب، تفضلوا بالمصانع. اهلا بكم من جديد، جد ترحاب بجميع الضيوف. واذهب مباشره الى شرف الهياجنه نقيب تجار ومنتجي الاثاث. مساء الخير. مساء النور سيدي، الله يمسيك بالخير ومسي ضيوفك الكرام ومسي الوطن وقائد الوطن يا رب. الو، انت منتج وتاجر؟ ألو. مصنع وتاجر ام منتج؟ نعم. منتج ام مصنع؟ نعم. وتاجر سيدي. انا مصنع وتاجر. طيب الجزء الاول مع مستورد. ماشي، الجزء الاول منك كتاجر ربحت بهذا الموضوع، طب وكصانع؟ نعم برضو ربحت. كيف؟ هلا اقول لك كيف. هلا احنا بضوء المعطيات الحاليه احنا عندنا مصنع فيه 620 موظف. شايف الكلفه تبعتنا اعلى من الكلفه تركيا. ليش؟ لأنه عندنا الطاقة عالية، عندنا الفوائد عالية، عندنا الأيدي العاملة الأردنية عالية، عندنا مشكلتنا كمان أكثر بالضمان الاجتماعي. يعني الضمان الاجتماعي بأخذ 20% 22%، يعني كلفة كثير عالية بدون تنزيل الجمارك. إحنا ما صارش على فكرة عندنا تنزيل جمارك، عندنا تنزيل جمارك بس 5%. أنتوا 5%؟ الو،
انتم فقط 5%؟ نعم 5%، يعني نزلت من 30 ل 25. نعم اه 30 ل 25 فقط، هيك عرفنا. لا ما هو هيك عرفتوا ولا هيك تم القرار؟ ما حدا بلغنا، ومن الصبح احنا نحاول نسال، ما حدا بلغنا رسميا. طب يعني هو بالتالي ما يعني المواطن مش راح يلمس الفرق الكبير بالاسعار عندكم؟ لا يا سيدي، هو لامسها اصلا. كيف لامسها؟ لانه عندنا من اقول لك كيف لامسها. عندنا اول شيء المنافسه شديده والسوق ضعيف، يعني في ركود كبير عندنا بالسوق، فالتاجر يعني مستعد يبيع بالكلفه ومشان يبيع، عرفت علي كيف؟ بالنسبه لقطاع الاثاث، قطاع على فكره قطاع من القطاعات المهمه. احنا مش مع تنزيل الجمارك، يعني او انه تنزيل الجمارك بالنسبه للمواد الاخرى بنرحب فيها، وهو طيب. يعني شيء ايجابي ومن شانه انه يخفف على كاهل المواطن. لكن بالنسبه للاثاث احنا نزلوا لنا 5%، اوكي، بس احنا بنطالب الحكومه انها تدعم قطاعنا، قطاع الاثاث، حتى احنا نستفيد من الفرصه المتاحه لنا. بالنسبه لاغلاق تركيا، اغلاق السعوديه عن منتجات تركي، وعندنا بلشت مصانع عندنا يعني تحاول انها تبيع بالسعوديه وتقنع السعوديين انه احنا بضاعتنا زي البضاعه التركيه، وفعلا عندنا بضاعه موجود زي البضاعه السعوديه، ومننافس زي البضاعه التركيه عفوا، ومننافس الصناعه التركيه ومننافس الصناعه الصينيه، لانه احنا اول شيء اقرب لهم، بعدين عندهم ما بدفع الا 1% جنبه، بالنسبه للتركي بدفع 30% لو كان فاتح. فاحنا بلشنا الحمد لله بالتصدير للسعوديه، في كثير تجار بلشوا بالتصدير للسعوديه. طيب ماشي، لكن تسمح لي بس. تفضل. لكن احنا بنطالب الحكومه انه يكون في جهه رسميه اللي ترعى وتفتح اسواق للمصنعين، يعني جهه يعني كان عندنا تنميه صادرات الاردنيه، وانا كنت عضو فيها قبل يمكن 10 سنين 15 استاذ سنة. استاذ شرف، هل من المعقول ان نتحول الى بلد مستورد لا بلد صناعي؟ كيف صارت يعني؟ احنا كيف بدنا ندعم المنتجات الصناعيه اذا احنا ناسين الصناعه؟ سؤال، بس سؤال جاوبني عليه. كيف انا كصناعه محليه، كيف انا كصناعه محليه بدي احمي الصناعه، كيف انا كاردن بدي احمي الصناعه المحليه وانا بفاتوره الطاقه عندها مرتفعه، الشحن والنقل وكل هاي المواضيع عندها مرتفعه، بالمقابل انت بتقول يا اخوي دبر حاله المصنع، انا ما الي فيه. طب كيف انا بدي احمي يعني؟ كيف بدي اكون انا بلد مستورد؟ خلاص نستورد وكان الله يحب المحسنين. 80% من الاكل اللي بناكله احنا مستورد، معقول احنا ما عندنا قدره انه نصنع هاي المصانع هون بالاردن؟ لا سيدي، عندنا قدره. مين قال لك ما عندنا قدره؟ طيب ليش ما عندنا قدره نصنع؟ لانه انت قلت الحكومه ما بدهاش تدعم الصناعيين. الصناعي الصانع اذا انت ما بتدعمه كحكومه ما بقدر يوقف عجريه، بدك تدعمه بالطاقه، بدك تدعمه بالتصريح العمل، بدك تدعمه بالكهرباء، بدك تدعمه بالضمان الاجتماعي، بدك طيب. تدعمه بفتح اسواق كمان. ماشي، يعني عندنا الحكومه بتشتغل الشغل هيك، يعني احنا بنحترم حكومتنا وبنحترم سيدنا الله يمد بعمره ويخلينا اياه، اللي طول نهاره بلف العالم شرق وغرب مشان يفتح لنا اسواق لا 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 للاردن واللي نقدر نشتغل. لكن عندنا الحكومه يمكن مش قادره تركز على شيء، يعني على الصناعه، بلاش تركز على الصناعه بكل القطاعات، تركز على قطاعين تنجحهم بعدين تنتقل لقطاعين ثانيات. طيب يعني ماشي. يعني ماشي. يعني وصلت الرسالة أستاذ شرف، شكرا جزيلا لك نقيب تجار ومتجي الأثاث الأستاذ شرف الهياجني ضيفي عبر سكايب. أعود للمواد الغذائية، أنا بهمني المواد الغذائية، هاي من المسعى السريع. سيدي المواد الغذائية أصلا الحكومة دعمها لها مستمر، يعني أنت الآن بتعرف قديش الحكومة بتدعم طن القمح. طن القمح قاعد بندعم بما يقارب 100 دينار. طيب طن الشعير بندعم، الخالة بتندعم، هاي الامور كلها، المخزون الاستراتيجي الكافي من موجود، هاي
اللي ضمن استقرار هذه الأسعار وبيعها بالأسعار الموجودة في ظل ارتفاع عالمي السكر، المواد الغذائية، المواد الأساسية. لأنك أنت بتذكر وأنت عايش تاي الواقع، لما رفعوا الزيت، ولما رفعوا مرة الدجاج، ولما رفعوا مرة اللبن، صح ولا غلط؟ سيدي معلش، هاي موجودة، هاي موجودة. يعني أنت بتحكي في أمور أنا حكيت لك عنها، إنه هاي الارتفاعات خلينا يعني نحط ببالنا دائما إنه الارتفاعات هاي ارتفاعات عالمية بسبب جائحة كورونا، بسبب ارتفاع الطاقة، بسبب ارتفاع أجور الشحن، بسبب زيادة الطلب العالمي على هذه المواد. الآن في دور تشارك، الحكومة شو عملت؟ بنحكي لك الحكومة شو عملت، عندها الكميات والمخزون الاستراتيجي من مادة القمح والشعير والخال، عندها الإجراءات والقرارات اللي تم اتخاذها مثل تخفيض رسوم الجمركية، تخفيض رسوم المعاينة، توحيد الجهات الرقابية، تخفيض الرسوم على الحاويات. هذه الإجراءات كلها كفيلة بأنها تحافظ على استقرار وانخفاض الأسعار. احنا الان ما في يعني قرار بيطلع بيكون بيوم وليله انت بتستنى نتيجته. لا انا ما بدي بيوم وليله، احنا راح نراقب. بس اقول لك شغله مهندس، انا اقول لك شغله واحده الان. هل تضمن وزاره الصناعه والتجاره ان تحط لنا الاسعار العالميه، السلع العالميه على صفحاتها؟ سيدي انا الاسعار العالميه هل العالم بيقدر يضمنها؟ المتغيرات هاي سريعه جدا برضو هاي الاسعار، يعني في بعض الارتفاعات اللي حصلت على بعض السلع شو كان سببها؟ كان سببها تغير مناخي، جفاف ضرب في مناطق ماشي. مصدره بس مش على كل السنة. زياده طلب بعض الدول الكبرى يا سيدي. ما هو انت معلش انت الان يعني بكبسي على الانترنت عندك، على اي موقع، على منظمه الاغذيه العالميه، على اي دوله، بتشوف هاي الارتفاعات كيف حصلت. الان احنا ما بنقول، احنا ما بنقر وبنسكت وبنقول في ارتفاعات واحنا بدنا نضل ساكتين. احنا بنقول لا، انت قول شو الاجراءات اللي تم اتخاذها. الاجراءات اللي تم اتخاذها من قبل الحكومه كفيله بانها يعني تحد من آثار هذه الارتفاعات، كفيلة بتنشيط الحركة التجارية، كفيلة بزيادة التنافسية التجارية. ماشي، أنا بدرجع العقبة الأستاذ رياض القيسي وأطرح عليك السؤال. أستاذ رياض، أنت قلت لي أنه إحنا أنا ما بقدر أعطيك سعر سلعة جديد، كيف راح يكون؟ لأنه أنا كله بستورده. نعم صحيح؟ نعم. طيب لا، مش كله بتستورده، قطاع الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات فيه بنستعيض عنها بالصناعة الأردنية، وكثير من المصانع عم تشتغل، وكثير من المصانع لبت احتياجات السوق. على بابين الصناعة، يعني أنا بدي أعطيك مثال على البضاعة المعفية أصلا اللي هي لمبات الـ LED اللي هي الأيام هاي ماشي أكثر شيء كويس، أو مطلوبها السوق أكثر شيء. المصنع اللي في الأردن ببيعها بدخل الرو ماتيريال تبعه بدون جمارك، أنا كمستورد بدخلها بدون جمارك طبعا، نضمن انها مطابقه للمواصفات والمقاييس حسب قرارات وزاره الطاقه، وبندخلها بدون جمارك وبندفع ضريبه مبيعات، وفي تنافس ما بين الصناعه الاردنيه وما بين الصين مثلا على سبيل المثال. هلا التنافس في الصناعه الاردنيه تنافس جوده وليس تنافس سعر، بس انا كمواطن لما الاقي جوده ومكفوله لسنتين مثلا، الجهاز اللي بدي اخذه لسنتين، لا باخذ الصناعه الاردنيه، باخذش المستورد. هلا انا في الصين زي ما تفضل اخوي سلطان انه الشحن ارتفع جنوني خلال جائحه كورونا ولغايه اليوم، وزي ما تفضل في 12,000 دولار اللي هي الحاويه، بينما الاردن هون في الاردن موجود متوفر رو ماتيريال، موجود كل شيء، يعني ما في، يعني الاصل خلينا نقول ماشيين بخطين متوازيين، الصناعه المحليه والصناعه الاجنبيه. هلا احنا ككهرباء عندنا الصناعات الهندسية، أنا سمعت معالي وزير المالية وعطوفة مدير عام الجمارك على المؤتمر الصحفي أنه اللي فيه منها صناعة أردنية بده يكون تخفيضها 5% فقط، يعني اللي بيدفع 30 بده يصير يدفع 25، أما اللي لا يوجد مثيلها كأردني بده ينزل ل 5%. هاي ال 5% اللي عم تحكي عنها، استوك اللي موجود عند التجار من 3 سنوات وجاي ومع الركود و إلى آخره، راح يكونوا في عملية توازن أو عملية حسابية اللي ينحسب معدل السعر الكلفي على التاجر، ومن ثم التاجر يبيع. لا حدا يعتقد أنه في تاجر في الأردن مهما على شأنه أو دنا شأنه أنه مستعد يكون جشع أو مستعد يزود أسعار أو إلى آخره. الآن التاجر بده بس يسوي حركة مبيعات اللي يقدر يغطي الكلفة تبعه، اللي هي كلفة العمالة، كلفة الضريبة، كلفة ضريبة المبيعات. بالمناسبة ضريبة المبيعات 16. بس سامحني ماشي أستاذ أشرف، المبيعات مع احترامي للتاجر، مش التاجر بيدفعها، المستهلك اللي بيدفعها.
يعني انت بنحط عليك ضريبه مبيعات بتضيف لفاتورتك يا اخي كريم. يا اخوي ما هيك الموضوع صح ولا يعني أخي. انت بتدفع ضريبه مبيعات وانا ما بدفعها بس اخي سؤال. عامر اخي عامر تفضل اخي عامر اخي عامر المستهلك يجب ان تخفض ضريبه المبيعات عليه. ضريبه المبيعات عبء على التاجر اكثر من المستهلك لسبب اني انا قاعد باديها بدفعها للضريبه وبستردها في الاخر بستردها على بيانات بدفعها على البيان الجمركي وبستردها في مبيعاتي تستنزف مني سيوله بمقدار 16% من قيمه البضاعه وجمركها وشحنها الى اخره ومع نقلها ومع كل شيء بدفع عليها 16 على البيان الجمركي بتكون واصل الحكومة واصل وزارة المالية ومن ثم أنا كتاجر برد على المبيعات إذا بعت وقدرت أرد ضريبة مبيعاتي ما بعت مش راح أقدر أرد ضريبة مبيعاتي وأنت يعني الكل بعلم الداني والقاسي في هذا البلد إنه السوق وحركة السوق خاصة على الكهربائيات اللي هي مش أساسية الأيام هاي ما في قوة بعد جائحة كورونا ما في قوة شرائية ما في صح ما في هذا واضح في كل القطاعات مش قوة شرائية للمواطن إطلاقا صحيح وهذا واضح في كل القطاعات مش كل القطاعات حتى في قطاعات المواد الغذائية صحيح شكرا شكرا جزيلا لك نقيب تجار ومصنعي الأستاذ رياض القيسي نقيب تجار الإلكترونيات والكهربيات ضيفنا العقبة شكرا لك ولحضورك وأعود للحديث من جديد معك أستاذ علان طيب الآن بيسأل نفسه المواطن بقول لك إذا كل هالتخفيض بده يوصلني ليرة لا والله بضلني على التجارة الإلكترونية أرخص كيف تجيب؟ أولا إحنا عندنا تحديات يعني التجارة الإلكترونية إحنا مش ضد إنه إحنا يعني نتعامل مع تجارة حديثة متطورة يعني للأسف في ناس وصفنا إنه إحنا يعني ضد التقدم والتطور وإحنا انغلاقيين يعني بفكرنا لا مش مزبوط احنا عندنا مشكلة انه التجارة الالكترونية صدرت بقرار في 2015 قرار يحابي التجارة الالكترونية يحابي الطرود البريدية تحديدا احنا كنا عايشين بخير وسلامة فجأة اجانا منافس غير تقليدي غير طبيعي عم بياخد 10% اللي هي التجارة الالكترونية طبعا بيفرض عليه 10% لا بروح لا لمواصفات ومقاييس ولا لغذاء ودواء ولا اي جهاز رقابي ولا ملكية فكرية إله دلال يعني منقطع النظير عمرنا ما شفناه 10% بدفع فقط لا غير هذا لما دخل في أول سنة كان حجمه تقريبا 35 مليون دينار اليوم في قطاع الألبسة بس أنا بحكي عن قطاع الألبسة اليوم حجمه 240 مليون دينار خلال 5 سنوات بنمو بنسبة تقريبا من 80% إلى 90% طب ليش؟ مين اللي أعطاه قرار 10% وخلانا إحنا 50% تقريبا أعباء ضريبية صحيح انت بدك ياني انافس ساوي بينه وبين اللي بيجيب عن طريق الطرق اقول لك شو بدي اجاوبك مثل ما جاوبني على الصناعيين مش شغلي دبروا حالك ما احنا دبرنا حالنا صح سكرنا وروحنا سؤال الاسواق دبرنا حالنا سكرنا وروحنا روح شوف جبل الحسير وبالتالي هل هذه دعوه للصناعيين انهم يسكروا كمان لا لا انا إذا ما قلت الموضوع لا لا اذا ما نحتاجه معلش اذا ما نحتاجه هو موضوع شراكه حقيقيه تمام صح؟ انا بعطيك بس فكره اقول لك ليش لانه هي سوق حره مزبوط تمام سوق حره تمام ماشي أنا بدي أشتري تجارة إلكترونية أرخص بجوز الموازن اللي معي أشتري أولادي لو خليت الرسوم الجمركية بينه وبينه نفس الشيء أنا ما عندي مشكلة نتنافس مع بعض طيب ما خلي بس ما تخلي 40% وتخليني تخليه 10% وتخليني 50% طيب خلي هالموازن ما بزبط لا معلش ما أنت يوم تدخلت بطريقة مش عادلة في السوق أنا بدي أعطيك فكرة اليوم الطرد اللي 50 دينار قيمته 50 دينار أنا بدفع أنا كنت أدفع عليه 23 دينار الطرود البريدية كانت فعلي 5 ليرات طب كيف بدك يعني أنافس ما أنت يعني منطقيا يعني ساوي بينه وبينه وبعدين خلينا ننافس بعض ما عندنا مشكلة برجع موضوع الصناعة معلش أنا في يعني في إشي واقف بزوري إذا في إذا طبعا طبعا تفضل قبل ما أطلع فاصل بس بدي أحكي لك صناعة الأحذية بال2009 ل2011 أخذت حماية إغلاقية ممنوع تستورد أحذية كويس حلو ماشي. ممنوع أجينا بعد ذلك عشنا برضو فترات رسوم جمركية حماية جمركية على الأحذية وصلت في العبء الضريبة تبعها قرابة 60% شو كان الناتج بعد كل هالحماية مش مفروض يكون في عندي صناعة تطورت المفروض مش موجودة الموجود مشاغل بسيطة جدا صغيرة غير قادرة على المنافسة لغاية اليوم ليش لأنك دور شو اللي سبب شو اللي أتعبهم دور شو اللي أتعبهم فاتورة الطاقة أتعبتهم طبعا ضمان اجتماعي أتعبهم ضريبة المبيعات أتعبتهم مش أنا
يعني احنا المشكله عم نتعامل مع التاجر المستورد وكانه بصراحه يعني اذا انت تؤيد من يقول سنصبح بلد مستورد الا اذا تغيرت مصنع. استراتيجيتنا باتجاه الصناعه كويس يجب ان تتغير هذه الاستراتيجيه معلش دائما ماشي بمون عليك بعد الفاصل استمع الى ضيفي فاصل قصير خير تفضل بخير اهلا بكم من جديد ومباشره لك تفضل كنت ارتد انك تتحدث قبل الفاصل تفضل سيدي عن الصناعه نعم سيدي العزيز يعني وزاره الصناعه والتجاره تحديدا يعني تعمل بخطوط متوازيه سواء قطاع تجاري او قطاع صناعي وبالاخير بما يضمن انعكاس هذا على مصلحه المواطنين القطاع الصناعي قطاع مميز نعتز ونفتخر فيه الدعم فيه مستمر وسيبقى مستمر يعني بس بحب احكي بعض الامور اللي بتحصل انه في اتفاقيات عالمية وقعت سواء أوروبية أمريكية دول عربية فتحت أسواق تصديرية للأسواق للصناعات الأردنية ما في معرض بصير إلا الحكومة بتحاول بكل إمكانياتها أن تخلي الصناعات الأردنية تشارك فيه في إعفاء من مدخلات الإنتاج بما يضمن زيادة تنافسية هذه المنتجات الصناعية في رسوم حتى التعرفة الكهربائية رسوم تخفيض على بعض رسوم العمالة طبعا هذه الإجراءات ليس فقط وإنما اللجان دائما مستمرة الدراسات دائما أي معيقات تكون مواجهة للقطاع الصناعي تعمل وزارة الصناعة مع الجهات المعنية كاملة على دراسة هذه المعيقات ومحاولة حلها بما ينعكس إيجابا على زيادة تصديرنا من المنتجات الصناعية طيب راح أسألك سؤال فيما يخص المستثمرين الأجانب بقطاع الألبس الموجودات الموجودين مصانعهم مدينة الحسن اللي بربد والموقر هذول إحنا ليش ما منشوفهم بالأردن داخل الأردن وهل استفادوا ولا ما استفادوا لكن قبل ذلك اسمح لي أن أذهب إلى ضيفي الأستاذ أشرف قعوار رقيب تجار ومصنعي القرطاسي والمكتبات والأجهزة المكتبية مساء الخير أستاذ أشرف يعني كيف وجدتم هذا القرار طبعا هو قرار إيجابي طالبنا في من سنوات الحكومات السابقة والحكومة الحالية وهو قرار إيجابي أعتقد سوف ينعكس على الأسواق وعلى تخفيض الأسعار للمنتجات وبالذات منتجاتنا نحن نحكي عن منتجات القرطاسية طبعا هي منتجات تمس كل المواطنين وبخاصة العملية التعليمية صحيح نحكي على الطلاب والدارس وعلى الجامعات سيلمس المواطن بشكل كبير ولا راح يكون التخفيض نسبي بسيط فقط زي ما حكوا الإخوان هو سوف يكون بنسبة التخفيض الجمركي نحن أغلب القرطاسية اللي بتأتي للأردن 70-75% هي من الصين ودول شرق آسيا وهي اللي تدفع جمرك تقريبا 30% زائد 5% خدمات هلا راح تصير من 30% إلى 5% بعض المواد وبعض المواد 0% فسوف يتم تخفيض نسبة الجمرك بمقدار 25-30% هذا سوف ينعكس على الأسعار المواد القرطاسية وباعتقادي بالموسم الدراسي القادم سوف يشهد الطالب انخفاض لبعض الأسعار الفصل الدراسي الثاني القادم يعني النسبة نعم. كبيرة ولا صغيرة أستاذ أشرف إذا بتعطيني مثال مبسط يعني بنحكي على الحقائب المدرسية أغلب الحقائب بتيجي من الصين بمتوسط الحقيبة $5-$6 نعم بدنا نستثني أجور الشحن أجور النقل تكلفة سلسلة الإنتاج هامش الربح التكاليف اليومية للتاجر باعتقادي أنه سوف من $5-$6 يكون فيه $2 وهو تقريبا نسبة ما يقارب 25% من المنتج. طب احنا ما عندنا مصانع ما عندنا مصانع بتصنع حقائب مدرسية كمان؟ مصنع او مصنعين ولا تغطي حاجة السوق. الصناعات القرطاسية بالأردن هي فقط صناعة الدفاتر المدرسية، صناعات تحويلية وقص الورق وصناعة الضبير. فقط هاي الصناعات الموجودة يعني كان عندنا صناعات وسكرت ولا هي هذه الصناعات فقط في مجال القرطاسية؟
هذه الصناعات فقط في مجال القرطاسية. زمان معناه صناعة شيء. شكرا جزيلا لك أستاذ أشرف قعوار، نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبية، شكرا لك ولوقتك ضيفي عبر سكايب، شكرا لك. زمان معناه صناعة، إحنا ما عنديش إلا تبع أولاد صغار، واحد مصنع ألبس أولاد صغار معناش أطفال. في اليوم في نظرية عالمية هي بجوز أكثر نظرية انتشارا في موضوع التصنيع، اللي هي الصناعة يجب أن تكون قائمة على الميزة النسبية، على مدى توافر العنصر الخام، مواد الخام، الأيدي العاملة الماهرة المدربة إلى آخره. اليوم إحنا لا، في عنا صناعة، ما بدنا نقول ما عنا صناعة، عنا صناعة، صناعة فيما إحنا نملك. يعني اليوم في قطاعي أنا، في قطاع الألبسة، صناعة الزي الشرعي لا متقدمة، ومتقدمة على تركيا، بتصدر لأوروبا، بتصدر لأمريكا. ليش؟ لأنه التصميم، عنصر التصميم في هذه الصناعة نجح، الأردنيين أبدعوا فيه. فإحنا ما نيجي نقول مع الناس صناعة، لعنا صناعة فيه، مش لازم أصنع كل شيء. أنا هي النقطة اللي عندنا في الأردن بصراحة، إنه إحنا أبدا ماسكين موضوع الصناعة لازم نصنع كل شيء. طب إحنا هل يستطيع الأردن اليوم أن يصنع شيء لا يملك مواد خام فيه؟ مش معقول، مش راح ينجح حتى لو حاول، صعب. أنا اللي بحكيه إنه يعني موضوع، طيب المستثمرين الأجانب اللي بقطاع صناعة الألبسة، هذول مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة صح؟ طبعا. طب إحنا ليش ما نستفيد منهم؟ لأنه هو فعليا يعني منهج مصنعه على إنه بيستفيد من الأردن في الاتفاقيات المعمولة. الأردن شو بيستفيد منه؟ بس بوظف عنده 500 واحد، 200 يعني واحد. هو اليوم، لغاية اليوم أنا بعرف حسب معلوماتي إنه في 75% من أيدي العامل اللي عندهم أجنبية غير قادرين على الإحلال القوي، هم بيحاولوا إنه يحلوا في أيدي عاملة أردنية لأنها أرخص كلفة عليهم، ما في لا تذاكر سفر ولا إقامة ولا 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 وجبات طعام ولا إلى آخره، وبالتالي بيحاولوا، ولكن للأسف أنا بشوف المحاولات ضعيفة. يعني ما في بصراحة يعني قوة في هذه المحاولة. اليوم هو بياخذ مواد الخام، إشي طبيعي لأن إحنا لا نملك مواد خام، إحنا معنا مصانع خام، فبالتالي مواد الخام من برا، الأيدي العاملة أغلبها خارجي، ولكن أيضا بيستفيد إنه بيصدر، عم بحرك لك قطاع النقل، بحرك قطاع اللوجستيات، بحرك برضو شراء المواد الغذائية من هون. فيعني تقدر تقول في فائدة، أنا كل واحد له رأي فيها، فأنا يعني بقول إنها موجودة وعم بتصدر مليار ونص. بتصدر مليار ونص. بس مش للسوق المحلي طبعا، وأغلبها براندات عالمية وكوستلي عالي بالنسبة للمستهلك المحلي، ومرات بمنعوهم البراندات العالمية بمنعوهم إنه أيضا إنه يسربوا البضاعة لهون. هو هل هذا المطلوب من هذه المصانع فقط مهندس؟ سيدي قبل ما نتحدث عن شو المطلوب من المصانع، إحنا اليوم نتحدث عن أمام قرارات هامة اتخذتها الحكومة، نتوقع منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، نتوقع منها هذا محور الحديث، نتوقع منها انعكاسها على المواطن ان شاء الله، نتوقع من انخفاض على احنا سيدي العزيز راح نتابع رصد مؤشرات الاسعار، راح نتابع المتغيرات، وفرنا العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، مع الاعلاميين، من خلال صفحه الوزاره، رقم هاتف لتلقي الاتصال المواطنين سواء بالوزاره، بمركز الوزاره، بغرف العمليات الموجوده بالمحافظه، صفحة الوزارة. بالتالي أي قرارات رح نعطيها ونشوف شو المتغيرات اللي بتنعكس، وأي قرار قابل للتعديل. بما إن شاء الله إحنا ما نتمنى إنه تنخفض على الجميع، على التاجر وعلى الصناعي وعلى المواطن، حتى الجميع يستفيد من هذه القرارات. شكرا لضيوف الاستوديو، المهندس سليمان السعود مدير مراقبة الأسواق والتموين في وزارة الصناعة والتجارة. شكرا. والتموين. نعم سيدي. والشكر موصول لك نقيب تجار ألبسة، ولكم شو الحديث أستاذ سلطان علي. شكرا لك. دمتم بخير، تقيكم غدا، فإلى حين كل التحية.